في خلال أيام هتبدأ امتحانات الثانوية العامة، وعشان كده وزارة التربية والتعليم أصدرت بعض التعليمات والتحذيرات للطلاب إنهم يخلوا بالهم منها أثناء توجههم أو تواجدهم في الامتحانات، واللي من بينها إن الطالب لو اتأخر عن بدء الامتحان بربع ساعة بدون عذر هيتم رسوبه في المادة، وكمان طبعا التشديد على منع الغش بكل الطرق بالإضافة لإحضار كل الأدوات الخاصة بيه. طيب خلونا نعرف باقي التعليمات الخاصة بالثانوية العامة من ضيفتنا على الهاتف الأستاذة نيفين شحاتة، رئيس قسم التعليم بجريدة الأهرام. صباح الورد يا فندم. صباح الورد على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. صباح الفل عليكي. في البداية كده كلمينا عن استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة السنة دي. الحقيقة الوزارة يعني بتشتغل على قدم وساق من أجل تحقيق انضباط في العملية الامتحانية، خاصة طبعا بعد ما تداول الأسئلة في امتحانات الإعدادية وحصل تسريب في إحدى الامتحانات في محافظة الدقهلية. فطبعا الوزارة شددت يعني تشديد يعني صارم جدا بخصوص دخول الطلاب اللجان بأجهزة المحمول، وطبعا منعتها منعا باتا، وكمان منعا باتا للملاحظين والعاملين في المدرسة أو في اللجنة الامتحانية. مسموح فقط لرئيس اللجنة أن هو يعني يكون معاه الموبايل بتاعه عشان يتواصل مع غرفة العمليات المركزية إذا حدث أي يعني نوع من أنواع يعني عدم الانضباط في اللجنة. فطبعا ده أمر مهم جدا. طبعا كمان تغيير العاملين نفسهم اللي في المدرسة ما يبقوش هم اللي متواجدين أثناء اللجنة الامتحانية، يحصل ليهم عملية تدوير بحيث أن يكون يعني ما يبقاش في تنسيق بين أي طالب وما بين العامل بتاع المدرسة، أن هو ينزل مثلا يحتفظ له بمذكرة للمراجعة وما إلى ذلك. فطبعا كل هذه الأمور ممنوع منعا باتا. كمان بالنسبة للدخول اللجنة بأي وسائل تكنولوجية زي كاميرا، زي مثلا قلم بيبقى فيه أحيانا بيسمح بالتصوير، سماعة، كل هذه الأمور ممنوعة أيضا بصورة يعني نهائية أنها تصطحب داخل اللجنة. كل هذه الأمور يعني هو الهدف منها تحقيق الانضباط ويعني حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق كمان مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازمة لأبنائنا الطلاب. بالإضافة إلى ذلك يعني ودي حاجة مهمة جدا، أن يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين الطلاب، ويبقى يعني عام دراسي وامتحاني مهم بالنسبة للطلاب ويحقق لهم العدالة والشفافية. طبعا في امور بقى جديده ممكن دي تبقى يعني اخبار حصريه للبرنامج بتاع حضرتك، ان هيبقى في فيديو تعريفي للطلاب هيشرح لهم البابل شيت وطريقه استخدامه، وده هيتم اعلانه يعني بالكثير في خلال 24 ساعه. هيعرف الطالب ازاي يجاوب وشكل البابل شيت وايه الاخطاء الشائعه اللي بتحدث. ده هيتم اعلانه يعني الفيديو نفسه في خلال ساعات هيكون موجود للطلاب؟ بالفعل ده هيكون موجود للطلاب على الموقع الالكتروني الخاص بالوزاره وعلى صفحه الوزاره على السوشيال ميديا، وده كان الوزير يعني قاله في المؤتمر الصحفي الاخير مع الصحفيين، وطبعا قال ان هيعلن قريبا، فهو ان شاء الله هيعلن يعني في خلال ساعات هذا الموضوع، وهيكون يعني معني بكل ما يخص العمليه الامتحانيه. طبعا كل اسئله الثانويه العامه في كافه المواد مش هتخرج عن الكتاب المدرسي، ومش هيبقى فيه اي استعراض للعضلات من جانب اعضاء اللجنه الفنيه لوضع الاسئله، بحيث ان تكون الاسئله بالفعل من المنهج وما يكونش فيها اي يعني شيء من الالغاز او الصعوبه. وهيبقى فيه هناك مراجعة دقيقة للأسئلة هتتم قبل البدء في طباعة أوراق الأسئلة، وأي سؤال هيتبين للمراجعين أنه بعيد عن فكر الطلاب أو عن ما درسه الطلاب أو تدربوا عليه هيتم حذفه واستبداله. أوكي بنشكرك. ودي طبعا تعليمات واضحة ومشددة بتطبيق هذا يعني هذه الأمور بكل حذف وحسم علشان ما يبقاش في اي يعني شابهه في نوعيه الاسئله اللي بتيجي اللي هي تبقى خارج المنهج او تخلي الطالب يعني يشعر ان هو ما مرتش عليه قبل كده. ورقه البابل شيت ايضا هتكون مؤمنه تماما، ومش هيكون هناك اي تدخل من في بيانات الطلاب سواء رقم الجلوس او كود الطالب او كود نموذج الاسئله.
بعد ما اصبح طبعا النماذج الف وب وجيم ودال وليس كود رقمي كالعام الماضي، علشان ما يحصلش ان يبقى في تشكك فيما بعد في اي ورقه تخص الطالب، يعني بياناته تكون مؤمنه تماما بصوره يعني هيشعر الطالب ان فعلا لن يتم مثلا. طب يا استاذة نيفين، بما ان حضرتك يعني على دراية بالموضوع ده وبتعليمات الوزارة، ايه النصايح اللي تنصحيها لطلاب الثانوية العامة وايه الحاجات اللي محتاجين ياخدوا بالهم منها؟ طبعا يلتزموا بالتعليمات اللي الوزارة بتصدرها، يراجعوا يعني باستمرار كل الاخبار الجديدة اللي خاصة على الموقع الالكتروني للوزارة او على صفحة الوزارة الرسمية على السوشيال ميديا، كمان يكونوا يعني متابعين مسألة النماذج الاسترشادية، لان طبعا النماذج الاسترشادية دي هي الاكثر اللي هيجي منها الامتحانات، مش هيجي طبعا السؤال تبقى الاصل، لكن طريقة السؤال يعني نوعية السؤال وما إلى ذلك. كمان الطالب يدرب نفسه أنه مثلا يحل الامتحان أو النموذج الاسترشادي في وقت أو في طيب معين، يشوف نفسه كل سؤال هياخد منه قد إيه علشان ما يبدأش يسرح في الإجابات أو في الأسئلة ويترك أسئلة أخرى قد تكون هامة. عايزة برضو أشير لحضرتك من الأمور المهمة ان الوزاره اكدت عليها، ان كل المدارس اللي هيتم اختيارها كلجان الامتحانات مؤمنه تماما ومراقبه، سواء المدارس الثانويه اللي هي كانت اصلا مزوده بالتكنولوجيا وبالكاميرات، او المدارس اللي تم السنه دي يعني دخولها في كلجان الثانويه العامه وتم تزويدها بالكاميرات اللازمه. وطبعا في مدارس طبعا تم استبعادها لانها مثلا لا تصلح انها تكون لجان الثانويه العامه او تستقبل الطلاب، طبعا هتكون يعني التامين دوت او صلاحيه المدرسه لاستقبال الطلاب هيكون مؤمنه بطريقه كبيره جدا، وهيتم الاستعانه فيها باكبر عدد من اعضاء اللجان المركزيه لمتابعه كل صغيره وكبيره تحدث اثناء الامتحانات، وتتابع الغرف وغرفة العمليات أول بأول إن شاء الله. بشكرك يا أستاذة نيفين شحاتة، رئيس قسم التعليم بجريدة الأهرام، وبنتمنى لطلاب الثانوية العامة كل النجاح والتوفيق إن شاء الله.